هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عندك أن وطو في ليلة من الليالي كليلتوش باندو ليلت خرج من بيته كبيتاتش وطو شائعا ربواتش لا يجد في بيته ببيتاتش ولا غنيوم ما يأكله يمي بلا فلما بزي غزي صار في الليل بلليت بميدوبت وقت يبحث عن بيت كبيتوش وسط بيت فلقا يطعموه يمي مقبواتشون وإذا به يرى أبو بكر أبو بكر قال يا أبا بكر أبو بكر هو يالوت ما الذي أخرجك في هذا الوقت المتأخر بزي برفد ليلت كبيت يا صد أهمن دنو قال يا رسول الله أنا يا الله ملك تنيا والله ما أخرجني من البيت إلا الجوع والله كبيت يا صد أني رهابنا قال حتى أنت يا أبا بكر أنتم يا أبو بكر يالوت خرجت من الجوع رهاب كبيت يا صد فصار أبو بكر أبو بكر يا الله ملك تنيا بليت مقوز جمرو الناس نيام سوش تنيتو وأبو بكر أبو بكر يا الله ملك تنيا ممجبها تشوف اللقاء وإذا بهم يلقيا في الطريق من قال لي ما نناقني عمرا قالوا رسول الله يا عمر يا الله ملك تنيا ما الذي أخرجك في الليل بزي لليت من أوضع قال يا رسول الله والله قال يا الله ملك تنيا والله ما أخرجني إلا يا لي رهب من ما لأوضعني رسول الله يا الله ملك تنيا وأبو بكر أبو بكر وعمر عمرم هنا يسيران في ليلة مظلمة بج ألم لليت قوازان مجيب بالا ما جيتها تشوك كبيت وطتوال جاء رسول الله إلى بيت يا الله ملك تنيا ودمان بيت متو إلى بيت رجل من الأنصار كأنصاري هنا ودا عند سو بيت برونا انكوك وخرج له الرجل لجوة تألاتشو قال أهلا برسول الله قال أهلا يا الله ملك تنيا أهلا بأبي بكر أهلا أبو بكر مرحبا بعمر انكوان دهنا مت عمر رسول الله وأبو بكر يا الله ملك تنيا عمر أن أبو بكر تكمت ثم جاء بالماء البارد كزام كزك أزوها مت وبضعه أمام رسول يا الله ملك تنيا فتلة فتاس كمت ثم جاء بشات فدبحها كزام في يلامت أن أردت ثم قام بشيها كزاس قوانا مت أن فقدمها إلى أبي بكر وعمر ورسول الله لا أبو بكر لا عمرنا لا الله ملك تنيا ست فأكل رسول الله حتى يا الله ملك تنيا سكيت أقبو بلو وأكل أبو بكر حتى شبع أبو بكر مسكيت أقبو بلو وأكل عمر حتى شبع عمر مسكيت أقبو بلو فلما انتهوا بجرسوا قزي نظر رسول الله يا الله ملك تنيا تملكتو إلى الماء البارد ودك أزق أزوها وإلى الشات المدبوح ودك تردت شوف يل ثم نظر إلى أبي بكر وإلى عمر كزام ودع أبو بكرنا ودع عمر زور قالوا بأ الله هون بن والله والله لتسألن يومئذ عن النار بتسد أتشو سأقا يمزعت كأنت تتأيق أبتالاتشو أبو بكر وعمر أبو بكرنا عمر يا لرهاب من ما لسد أتشو شربوا ماء بارد كزق أزوهاني تتت يقول لهم رسول الله والله لتسألن يا الله ملك تنيا الواتشو والله بزيش سقات الطيق اللاتشو أما يسمع هذا الكلام يهنك علي سامو يهون لصوص أوطاننا يا قراتشن قماش سووتش ممن يأكلون ويشربون كمي بلوت كمي تتت وبطون الجوعة تتضور يا رهاب تنيا هود برهاب سيسك أيو يأي أما يسمع ذلك أصحاب النار أي سامو من النزاب على سقوتش أي سامو من النزاب على حبتوتش سلدهوش من مما يوقو أيسامو من النزاة تتروا تشاتشلنا من قسطو تشاتشل يميك أرب الله تشو ما أد مجمريهم مجرشهم مما يتايهون جهوت شاهونم كقشاشا يانا السيلة لامي أزك أزاوها سلتأتو والله بزيس أقا تتايق الله تشوني تبانك يا قراتشن سأقوتشم بمئرابو حقر إنفستسي الدرقو إنيان نلم كمالتو يتناتشو يا رسول الله